يأتي وزير الثقافة محمد الأحمد. أقامت وزارة الثقافة مديرية ثقافة طفل ومديرية ثقافة طرطوس احتفالية يوم الطفل العربي 15 بعنوان قلب صغير لوطن كبير في المركز الثقافي بطرطوس بحضور فعاليات رسمية وأهلية. تقام هذه الاحتفالية 15 اليوم العربي للطفل تزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في المناطق التي يتواجد فيها حاملي الفكر التكفيري الوهابي الذي حاول كثيرا أن يقضي على أطفال سوريا وحضارة سوريا وتاريخ سوريا، إلا أن الجيش العربي السوري والشعب السوري وأطفال سوريا الأبطال الذين صمدوا في وجه الإرهاب. احتفالية يوم الطفل العربي 15 التي نقيمها اليوم في المركز الثقافي العربي في طرطوس تأتي في إطار سعينا الدائم لرسم البسمة على وجوه أطفالنا، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة. رسم الابتسامة من خلال ورشات عمل متنوعة لأجل تنمية ومعارف ومهارات الأطفال وتوسيع مداركهم. هدف وزارة الثقافة أساساً أنه التواصل مع أطفالنا بكل المحافظات، ومحافظة طرطوس تحديداً كونه فيها أكبر تجمع أطفال، وما يميز هذه المحافظة صراحة إن كان هي وإن كان اللاذقية أنه فيها أهلنا من كل المحافظات. تضمنت الاحتفالية ورشات عمل للأطفال واليافعين ضمن مشروع مهارات الحياة والدعم النفسي بمشاركة فرق محترفة، تضمنت رسما وسردا قصصيا تفاعليا وتصويرا ضوئيا وأعمالا يدوية وتدويرا، كما تم افتتاح معرض الأطفال للفائزين بمسابقة وزارة الثقافة وأبناء الشهداء، بالإضافة لكورال غنائي قدمه عدد من الأطفال المشاركين. تفاعل كتير حلو، بيعلمونا مسرحيات كتير حلو، في هيك يعني شغلات هيك بتعلمنا، بنقدم مسرحيات كتير حلو هيك. مشاركة لأنه بحب سوريا والشيش. عمري 7 سنين، مشاركة باحتفال عيد الطفل العربي مشان أثبت للجيش العربي أنه سوريا بخير. سوريا بخير، احنا بنحب بلد سوريا. عيد الطفل العربي السوري لانه بنتعلم موسيقى ورسم. عيد الطفل العربي. تستمر الاحتفالية حتى 19 من الشهر الجاري، وستكون الفعاليات في مراكز ثقافية عدة ضمن مدينة طرطوس وخارجها، من ورشات فنية وحفلات موسيقية وعروض مسرحية متنوعة وندوات حوارية للأطفال.